أقامت جامعة أقليم سبأ ندوة علمية في مقر الجامعة بمدينة مأرب بعنوان ثورة 26 سبتمبر شعلة لا تنطفئ، حرية وعدالة ومواطنة متساوية. وقد بديت الندوة بفيلم وثائقي قصير عن مسيرة الكهنوت في اليمن على مدار 12 قرنا من الزمن، ثم استعرضت في محورها الأول ملمحا تاريخيا عن مسيرة الثورة من الإرهاصات الأولى حتى توجت بدحر الإمامة وتثبيت مداميك الجمهورية. عاش اليمنيون مخاض هذه الثورة قرابة 8 سنوات، ثم ناضل الشعب اليمني 55 سنة، ولا زلنا إلى اليوم في فترة النضال الثوري من أجل تحقيق هذه الأهداف العظيمة. ثورة 26 سبتمبر هي ثورة ضد الكهنوت وخرافات الحق الإلهي والولاية والوصية والولاية في البطنين وغيرها من الخرافات التي يريدون لها الإمامين الجدد والقدامى أن يحيوها من جديد. ثم استعرضت الندوة أهداف الثورة السبتمبرية ومدى تحقيقها على أرض الواقع والإخفاقات التي مرت بها الثورة في ظل تحديات داخلية وخارجية كبيرة. هناك البعض من الإنجازات المتحققة بصورة إجراءات أزيلت على أثرها كافة الشوائب التي كانت بارزة بعد قيام الثورة اليمنية، كما تحققت العديد من المنجزات التنموية في التعليم والطرقات والكهرباء والبناء التحتية والصحة والعديد من المجالات الأخرى، غير أنها لا ترقى للمستوى المطلوب والمنشود الذي يتطلع عليه الشعب اليمني. وتحدث المحور الثالث من الندوة عن التحديات والمعوقات الكبيرة التي وقفت أمام ثورة 26 من سبتمبر، والتي استطاع الثوار اجتيازها بعد سنوات من النضال والكفاح العسكري وحجم المؤثرات الداخلية والخارجية في مسار الثورة. نحن لدينا جغرافيا معقدة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، وفرضت هذه الجغرافيا دائما شروطها على الوضع السياسي اليمني عبر التاريخ. كما استعرضت الندوة الآمال والآفاق المستقبلية لثورة سبتمبر والخطوات التصحيحية التي يعول عليها الشعب اليمني في سعيه لاستكمال تحقيق أهداف الثورة وحماية الجمهورية. نبشر الجميع بأن هناك آفاق وآمال للمستقبل إن شاء الله، في ظل الشرعية وفي ظل الجمهورية سوف نصلها وسوف نحققها بسواعد الأبطال الذين موجودون في جبهات القتال والذين يدافعون عن الحرية ويقارب هذا النظام المتخلف. وقد أثريت الندوة بالمداخلات والمشاركات من عدد من الأكاديميين والمثقفين الذين حضروا الندوة وتفاعلوا مع محاورها ومفرداتها. محمد الخليصي لقناة سهيل مأرب.